أنا هدي العنبتاوي، مؤسسة The Alchemist Lab. Go Girls هي مبادرة انشقت من The Alchemist Lab، والمبادرة موجهة للإناث في المناطق خارج عمان، والهدف منها هي تدريب الطالبات على التفكير النقد والإبداعي، وبرضه تحفيزهم نحو الستيم كخيارات لهم في المستقبل من ناحية الوظائف. أنا بلشت لأني بعتقد أنه أطفالنا بتركوا المدارس وما عندهم المهارات الكافية أنهم يقدروا يتنافسوا في سوق العمل. التعليم مش فقط معلومات وإعطاء معلومات، هي تدريب العقل على التفكير بطريقة صحيحة. المستقبل للأطفال أنا بشوفهم أطفال يكونوا مبدعين متميزين، قادرين على حل مشاكلهم الشخصية، مشاكلهم المجتمعية، ومشاكل العالم بشكل عام. أنا أسعى ندرب جيل متمكن بالمهارات اللازمة وقادر على التفكير.